السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، يعطيكم الصحة والعافية. أنا وياكم عبد الله السالم، معي أيضا حبيب المرعي. راح نتكلم اليوم بخصوص الاختبار النهائي، نقدر نقول اللي هو بعض المواضيع ما تطرقنا لها اللي هو خلال الفترة الماضية، وهي تعنى بالاختبار النهائي، فراح نتكلم عنها. قبل لا نبدأ بس لا تنسون اللي هو الاشتراك في القناة مع اللي هو تفعيل الجرس والإعجاب بهذا الفيديو، يعطيكم الصحة والعافية. خلونا نبدأ. بداية راح نتكلم عن موضوع الـ IoT Threats and Attackers اللي هي الهجمات والتهديدات حق الـ IoT. عندنا التحديات اللي راح نواجهها في الـ IoT مثل lack of security and a privacy. زين، اللي هو ايش معناته ذا بس حبيب؟ لاك، ما ادري لاك عندنا احنا التلهيك او شغلات يعني كان الخصوصيه، شغله في الخصوصيه. فعلا الخصوصيه اللي هو هنا مكتوب نقص او قله او فقدان، غير نقص في الخصوصيه ممكن اقول يعني ضعف في السكيورتي. ايوه، ضعف في السكيورتي والبرايفسي. البرايفسي اتوقع معناته شو اسمه الخصوصيه. زين، وعندنا هنا الفولنرابل ويب انترفيسز. زين، ايش تقصد بالفولنرابيلتي زي اللي هو الاولى الفولنرابيلتي اللي هي الثغرات، ثغرات في الانترفيس حق الويب. ثغرات في اللي هو معرض او في ثغرات على اي تحوم غير محاصين اللي هو فولنرابل اللي هو ويب انترفيسز. الانترفيسز هنا المقصود بها الواجهات. شنو الواجهات هذا المقصود تتوقع؟ اتوقع بشكل عام يقصد الويب، يعني مو بشرط الانترفيس. وعندنا يعني سواء ثغرات في الانترفيس او الويب كام. اي فهمتك. هنا مكتوب ليجالي او ليجال ريجلوتوري اند رايت اللي هو ايشوز. ايش القصد هنا تتوقع؟ ليجال قانوني. الريجولاريتي ما ادري ايش معناها. ايش حقوق الرايت؟ ايش حقوق النشر يمكن او ايش؟ مكتوب ان القضايا القانونيه والتنظيميه والحقوقيه، الشغلات اللي لها علاقه بالحقوق. اي واضح ان السالفه كلها في القضاء. ايش ممكن حقوق النشر مع حقوق النشر دي الامور واضح. اي ماذا نتكلم لنا عن. زين يا جماعة الخير، هني أيضا عندنا اللي هو الشيء الثالث الرابع default weak، weak ضعف اللي تذكره، and hard coded credentials اللي هو بيانات الاعتماد. هذه بياناته صح؟ credentials ممكن لها علاقة بالبطاقات الائتمانية والشغلات ال إيه لا نعرف الاعتماد، يعني بيانات الاعتماد. بس مستخدم كلمة المرور يسمونها credentials، بيانات الاعتماد الافتراضية والضعيفة والمشفرة. هذه البيانات الافتراضية يعني مثلا في الراوتر، يعني عادة يعني افتراضيا يكون admin عشان تسجل الدخول مثلا على الراوتر. ينصح انك انت تغيره، ما تخليه كما هو. اذا خليته كما هو في احتمالية جدا كبيرة انه يجي احد ويدخل على الشبكة او يعثي فيها، عرفتوا شلون؟ فالمفترض ان احنا نغير كلمة بيانات الاعتماد الافتراضية الخاصة بالراوتر او ما شابه، عرفت شلون؟ هذا اخذناها طبعا في المحاضرة نفسها اللي حضرناها، اتذكرتها الان. ايضا هني كتب clear text protocols and nursery اللي هو open ports. زين، unnecessary، unnecessary هذه يعني غير ضروري. زين زين، هني يقول لك محو اللي هو النصوص للبروتوكولز unnecessary. زين، open ports نقدر نقول ان المنافذ الغير ضروريه نسكرها، ما نخليها اوبن. عادل حبيب،
هي شغلات المناهض اللي ما لها داعي اي يكون مسكرة أفضل. اي نسساري يعني ضروري، ان نسساري غير ضروري. مسح بروتوكولات الناس، بروتوكولات الناس والله انا ما اعرف اذا بروتوكولات الناس بس شكله في والمنافذ المفتوحه غير الضروريه، واضح. انا ما ادري شنو بروتوكولات الناس القصد منها، اول مره اسمعها بها حقيقه. زين خلينا نشوف، والله ما في لها تعريف معين سريع يعني. تم تصميم بروتوكول لتعميق فهم الناس، اللي هو يطلب من المشاركين الاستجابة لثلاث مستويات من الناس. والله ما عرفته، عموما على أي حال بهالشكل. أيضا هني يقول لك كودينج ايرورز بافر اوفر فلو، ما فهمت الأخطاء في الأكواد والأوفر فلو اللي هو زيادة تنفق البيانات. زيادة الحاد هي برمجيا يعني، مثلا عندك اللي هو في عندنا الناس في طول معين حق الناس، فلا تخلي اللي هو أطول من اللازم، خلي إذا دخل أطول من اللازم الهاكر يقدر يخترقه، فلازم إنك أنت تسوي شرط معين بحيث إنه ما يتجاوز النص، مثل الفاليديشن. أخطاء الترميز تجاوز سعة المخزن المؤقت. زين أخطاء الترميز كودينج ايرورز، زين أخطاء اللي هو الكود. هني يقول لك ستورج ايشوز، ايشوز هني قضايا ستورج، قضايا ستورج معناته يعني اي شيء متعلق بالمساحة. عندنا هني difficult، زين هذه كلها نتذكر ان هي من ضمن الشالنج التابعة حق الاي او تي. هني عندنا اللي هي هذه، شنو هذه حبيب؟ طيب يقول لك اللي هو difficult to update firewall and OS. OS المقصود بال اللي هو نظام التشغيل، هذا الحبيب OS operation system. فريم وير شنو فريم وير؟ فريم وير والله ما اعرف حقيقه. طب انت كيف برامج ثابته يعني؟ ها البرامج الثابتة هني كاتب البرامج الثابتة أو البرامج الدائمة أو فريم وير في الأنظمة الإلكترونية والحاسوب هو نوع من أنواع البرمجيات يوفر تحكما ومراقبة ومعالجة للبيانات في النظام. وفي علم الحاسوب هو برنامج يثبت على العتاد، يكون بالعادة موجودا في أجهزة الفلاش أو كصورة رقمية يتم تنزيلها من قبل المستخدم على الأجهزة. واضح؟ فبهالشكل. هنا عندنا أيضا اللي هو الـ IoT Security Problems. زين في عندنا مشاكل في اللي هو أمن شو اسمه امن الاي او تي. زين عندنا هني الابلكيشن، اتوقع ذي شنو ذي الابلكيشن، شو قصده هني؟ يمكن في الابلكيشن نتورك موبايل كلاود واي تي، لا ما كان يصير فيها اللي يصير فيها الاختراق الامني او يصير فيها المشكله. مثلا الابلكيشن هني عندنا مشاكل فيه، خلينا نشوف المشكله اللي هني نعانيها. زين في حالة ان احنا انبوت سترينج هني كاتب مثلا فلديشن، هنشوف يقول لك التحقق من صحة السلسلة المدخلة، شو لازم تتحقق من اللي هو السلسلة يعني النص المدخل. زين النص المدخل مثل الاثنتيكيشن، في حالة الاثنتيكيشن او اللي هو الثاني شو اسم هذي اللي فيه زد نسيته، اوثرايزيشن اوثرايزيشن ايوه اوثرايزيشن. زين لا تحديثات الامان التلقائيه، كلمات المرور افتراضيه، لازم تتاكد ان الصلاحيات تعطى بشكل سليم، وايضا كلمات المرور ما تكون الافتراضيه. زين ما تكون هشه، زين ما تكون باي ديفولت تقدر يخمنها مباشرة، هذه في الابليكيشن. واضح؟
إذا فالديشن of the input bot the input string زين بتاعت الاثنتيكيشن والاثورايزيشن زين فبهالشكل. ايضا هنا عندنا النقطه الثانيه اللي يقول لك فاير وول زين امبورت امبوربر شو اسمه ذي كوميونيكيشن ايوه خلنا نقراها. يقول لك جدار الحماية تشفير الاتصالات غير المناسب هذا في النتورك طبعا الخدمات عدم وجود تحديثات تلقائية كل هذه يأثر على الشبكة يعني كان في عطل في التحديثات التلقائية او لاك يعني كانت نقول احنا عندنا تليك ان شاء الله مشكلة في التحديثات التلقائية اي صح مزبوط كنا تهليك ها فايروول امبرور اللي هو كوميونيكيشنز ايش اسمه انكربشن انكربشن دي اللي هو تشفير صح اي تشفير الاتصالات غير مناسب سيرفيسز لاك اوف اوتوماتيك ابديتس واضح. فهني هذا المشكله عندنا مع المشكله في الموبايل خلينا نشوف مشكله الموبايل هذا ويش زين يا حبيب انسكيور غير امن اي بي اي الاي بي اي اخذناه هذا الاي بي اي اللي هو اللي اسمه اي بي اي حق اللي شو اسمه انت نعطى المعلومات مع الاي بي اس مع الاي بي اس اي واجهه برمجه تطبيقات غير امنه زين هذه واجهه برمجه التطبيقات اسمها الاي بي اي زين اللي هي الابلكيشن بروجرام انترفيس عرفتها عموما انه يكون اللي هو واجهة برمجة التطبيقات غير آمنة لانه يتنقل البيانات عن طريق اللي هو الاي بي اي ونقص في تشفير قنوات الاتصال في الجوال والمصادقة زين الاثنتيكيشن وعندنا ونقص امان التخزين فهذه الاشياء اللي نركز عليها اللي هو يقول لك انسكيور اي بي اي ولاك اوف كوميونيكيشن شينال انسرايبنج انسربشن زين اوثنتيكيشن لاك اوف ستورج سكيورتي زين عندنا ايضا في الكلاود خلينا نشوف الكلاود زين خلينا نشوف الكلاود شنو المشكله اللي راح نعانيها وياه زين يقول لك مصادقة غير صحيحة المصادقة ما تكون صحيحة الاثنتيكيشن لا يوجد تشفير للتخزين والاتصالات واجهة ويب غير آمنة نفس الشيء تقريبا زين معنا ان هذه انسكيور اللي هو ويب انترفيس واضح زين خلنا الحين نشوفها بالانجليزي امبروبر اوثنتيكيشن نو inscription اللي هو of storage and communications insecure web interface حلو هني في الاي او تي ممكن ان المشكله تكون عندنا في الابلكيشن نتورك والويب والكلاود اللي هو يساوي اي او تي واضح لان كلهم يسوون اي او تي لازم انهم يجمعون كلهم يا بعض اللي هو ابلكيشن نتورك ويب وكلاود لو نقص واحد منهم معناته ما يسوي شغلك اي او تي حلو هني يقول لك او دبليو اي اس بي توب 10 اي او تي ثريتس زين طبعا هذا نسيت انا ايش معناته يا حبيب اعلى 10 هجمات او دبليو اي بي اس ما ادري اس بي ممكن جهه تقييم موقع او جهه منصة هي تغيّم الهجمات ممكن ما أدري إذا أتكلم عنها ولا لا ما أتذكر حقيقة بس هي كان منصة WSB كان منصة هي اللي تغيّم الهجمات يقول لك أعلى 10 هجمات في الـ IoT الواضح إنه هي كذي أواسب مشروع أماني تطبيق الويب المفتوح
ويعرف اختصارا بمجتمع، هذا مجتمع عبر الإنترنت ينتج بمقالات ومنهجيات ومستندات وأدوات وتقنيات متوفرة مجانا في مجال أمن تطبيقات الويب. إذا هذه عبارة عن اللي هو مشروع أمان، اللي هو مجتمع عموما على الإنترنت، زين؟ فهذه يعنى بالتبتن دائما. هني يقول لك اللي هو عن طريق اللي هو منصة أواسب تقول لكم إن في 10 تهديدات، زين، أعلى 10 تهديدات حق اللي هو الأي أو تي. هذا هي، زين، الأولى شنو هي؟ زين، ويك جز جيسابل نشوف. يقول لك ضعف او يمكن تخمينه او كلمات مرور مشفرة اللي هو ويك جوسيبل زين اور هارد كودد باسوردز، زين، ان هذه اللي تحطها الكلمات المرور اللي تحطها انت اثناء اعداد الاي او تي، زين، تخليها اما ضعيفة او ان في امكانية ان احد يخمنها، جوسابل يسمونها جوسابل، اور اللي هو هارد كودد اللي هو كلمات مرور مشفرة، زين، هارد كودد اللي هو باسوردز. واضح؟ هلو حبيب. تمام تمام ايه، فهني هذه الامور الخطيرة الثلاثة، يعني مثلا تشفر كلمة مرور بعد تروح تحطها هناك، لا ما يصلح ذا الحكي. ايضا عندنا انك تحطها ضعيفة او يمكن تخمينها، كل هذه الاشياء مرفوضة. هني ايضا عندنا اللي هو التحديد الثالث اللي هو insecure network services، زين، الخدمات شو اسمه، الخدمات الانترنت او خدمات اللي هو الشبكة الغير آمنة، هذه الخدمات ما يجب علينا ان احنا نحطها في اللي هو شو اسمه الاي او تي، زين، لازم انك انت بتحط خدمات على الاي او تي على الكلاود لابد انه يكون كلها امنه. ايضا هني يقول لك انسكيور، هذا ما عرفت، ايكو سيستم، ايكو سيستم انترفيس، انترفيسز، الايكو زين، خلينا نشوف اسم الايكو سيستم بالضبط، زين، نظام البيئي، ايكو سيستم، والله ما أعرف حقيقة. أي واجهة انا مرتين النظام نظام البيئي غير آمن، والله ما أعرف حقيقة شنو القصد. ايه كان نظام البيئي ما دخل بي ايش دخل في البرمجة والله ما أعرف، ممكن في لها مقصد آخر. زين، insecure، خلينا نشوف interfaces لو حطينا Faces. والله ما ادري، بس هني لو تلاحظ في رسمات عليها، ففي شيء معين فيها، في تفاصيل اكيد بس ما عارف تماما. كان يعني شغلة بيئة الويب أو بيئة اي واضح، يمكنها غير طبيعية هذا القصد. هني ايضا عندنا التهديد اللي هو الرابع، لاف او lack of secure update ماشي اسمها من ميكانيزم زي صح اسمها سيكور أبديت ميكانيزم اي ميكانيزم. شو المقصود بها كلمة ميكانيزم؟ عدم وجود آليات تحديث آمنة. الواضح انها هي آليات ميكانيزم، زين، فعدم وجود آليات تحديث آمنة، لازم انك يكون عندك آليات حق التحديث الآمن. طيب هني أيضا عندنا use of insecure or outdated components، زين، اللي هو استخدام الأمان واللي هو شنو هذا ال outdated، استخدام مكونات غير آمنة أو قديمة، إنك تستخدم مكونات قديمة أو غير آمنة، ده شيء مرفوض في الـ IoT يا شباب، زين. أيضا هني عندنا اللي هو السادسة،
هذا معني بالحماية. سوف كده اللي هو privacy protection، خصوصية غير كافية حماية. insufficient privacy protection. insufficient privacy خصوصية غير كافية أو اللي هو في الحماية. هني أيضا عندنا insecure data transfer and storage، البيانات ما تكون آمنة أثناء الانتقال أو اللي هو التخزين. وعندنا lack of device management، إدارة شنو يا حبيب ذي؟ إدارة الجهاز. lack إيش معناته قلنا؟ lack يعني شاق لها. مشكلة في حاجة يعني مثلاً قلنا عندنا تليك أو تعليق. تعليق في الجهاز. ما تهني مشكلة تهنيق إحنا نسميها لو لا تليك. مثل تسرب في الماء يسميه تلهيك أو. يعني أنا شوفني يقول نقص إدارة الجهاز، أنا ما أدري تفسيره صحيح ولا لا. مثلاً هني يقول لك نقص ده هو إدارة الجهاز. أيضاً هني يقول لك insecure default settings. زين انك انت تخلي اللي هو الاعدادات هي الاعدادات الافتراضيه مال الجهاز. زين هذا ايضا يسبب لك عليكم مشاكل. وعندك هنا lack of physical hardening. زين ايش معناته hardening ذي؟ hardening من hard يعني تقويه او عدم وجود تصلب فيزيائي. ما ادري والله ما عرفت زين. فعموما هذه هي التهديدات اللي قد تواجهنا في الاي او تي. زين اوكي، ما في صوره واضحه توضح لنا المعنى. جيد خلنا الحين ننزل. هني يقول لك الاي او تي ثيرتس. زين التهديدات بنت الاي او تي عندك هني الديدوز مثلا، ديدوز اتاك اتاك. وعندنا الاتاك اوف اللي هو شو اسمه دي اتش اتش في اللي هو اي سي سيستم. شو القصد حبيب؟ اتاك اوف اتش في اي سي. اول مره اتش في اي سي. يعني ايش؟ خليني اشوف اجرب. يقول لك الأنظمة هجوم على أنظمة التكييف، يعني من الهجمات أيضا اللي قد تهدد هي الهجوم على أنظمة التكييف. اي والله هذا أنظمة التكييف يا حبيب. يعني ايش في سي هنا؟ ايه ده نظام التكييف ذا. شفا التدفئة والتهوية وتكفيف الهواء heating ventilation and area IR عذران conditioning. عرفت شلون؟ وهو فرع مهم بشكل خاص من تصميم الأبنية الصناعية والمكاتب مثل ناطحات السحاب وفي البيئات البحرية مثل أحواض السمك، حيث يجب أن تكون الحرارة والرطوبة مضبوطة بشكل جيد مع تجنب أعراض الانزلاق الناتج عن الإقامة في بيئة مكيفة بالهواء. بيئة مكيفة بالهواء. واضح يا حبيب؟ فالواضح أن هذه لازم أنها تكون دقيقة. هذه اللي هو النظام اللي هو التهوية، تدفئة والتهوية وتكييف الهواء اللي هو HVAC. زين إذن attack on HVAC system. وعندنا هني rolling code. rolling code attack. ما شنو هذا rolling code attack؟ توقع rolling دوران شغلة فيها تدوير في عشان. يعني نشوف. الواضح هجوم كود المتداول يسمونه. الواضح إن في كود متداول دائما يتداولونه وشيء. خلنا نقرأ عن
يقول لك هني يتم استخدام رمز المتداول في أنظمة الدخول بدون مفتاح لمنع هجمات إعادة التشغيل، حيث يقوم المتنصت بتسجيل الإرسال وإعادة إعادته في وقت لاحق لجعل جهاز الاستقبال يفتح. مثل هذه الأنظمة نموذجية في أجهزة فتح باب الجراج وأنظمة دخول السيارة بدون مفتاح. والله ما فهمت أنا عادل ترى. مري عيد التكرار مرة ثانية. أتذكر أنه طرح إيه بس عرفته شفه. هذه الرولينج صح صح صح. هذا طرح لنا أستاذ اللي هو فكرة فيه. قال إنه في أوروبا زين والدول الغربية عندهم جهاز عشان إنه يتنصت على شنو؟ على مفتاح السيارة. إذا جيت اللي هو تفتح السيارة يا حبيب تضغط أنت على الزر، فهو يكون في رجل في المنتصف يصيد اللي هو شنو؟ الإشارة الشيفرة بلد السيارة اللي تشغل السيارة. ويا يا حبيب. عرفت. أيوة. مرت عليه حتى. يكون قريب يم مرت علي فكرة عرفت. فياخذ الشيفرة هذي زين ويستخدمه يشغله بهالسيارة ويسوي بها مفتاح جديد والأمور كلها طيبة وخلاص ياخذ السيارة له زين. فهذا يسمونها رولينج. هذا هو الجهاز شفته، هذا الجهاز المتنصت. فهذا هي طبعا في واجد يعني حتى يو اس بي جهاز، لا في اجهزه واجد له عرفت. بس اسمه ذي هذا اسمه اللي هو رولينج كود اتاك عرفت. وعندنا بلو بورن، نشوف البلو بورن ذي هجوم بلورن أو بلو بلورين. هذا ما أتذكر أنا حقيقة، بس خلنا نقطع عنه. هذا حق البلوتوث الواضح، مو بلور، هو نوع من ثغرات الأمان مع تطبيقات بلوتوث في أندرويد وآي أو إس ولينكس وويندوز. يؤثر على العديد من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات الذكية والهواتف الذكية والأدوات الذكية القابلة للارتداء. احد الامثله هو هذه شفاس سي في اي، اذا احنا درسناه احنا 7200 او 2017 1000 و مو 1000 دي عموما، لا عدل 1400 وما ادري والله او 14315 زين. شفت يا حبيب هذه بلو بلو واضح. الرسمه واضحه حق بلوتوث. اي حق بلوتوث، هو ياخذ اللي هو اشاره البلوتوث. عرفت شلون؟ بس ما عرفت تفاصيل كلها، نسيتها حقيقه. بس على اي حال هذه اللي هو صور عن عشان اذا جلنا في الاختبار او شيء. هني ايضا عندنا اللي هو جامنينج اتاك. شو اسمه ذي يا حبيب؟ اتوقع جامنج جامنج اللي هو الشيء يحشر اللي احنا مو بالجامل يعني جامنج اللي هو يحشر ما يطلع يتقنقص نقول يا يتقنقص ليه هذا الجامنج اتوقع معنى كلمة جامنج ولا لا ولا انا غلطان هي ما هي التشويش هنا كاتب مثل ما قلت الانسداد صحيح تقنقص يعني زين. هذا جامينج اللي هو ما ادري عن ما كتبوا تفاصيل عن جوجل للاسف، ما في تفاصيل عن بس في صور له. حتى دي نفس الشيء كنا لو تلاحظ بين اللي هو الجوال والرسيفر زين، اللي هو الشيء اللي يستقبل، هو يستقبل الاشاره وياخذها له زيت الشيطان ما حط قرنين ما شنو عرف شلون. فجامينج اتاك هل له معنى بالكامل؟ ما ادري. هجوم التشويش، هجوم التشويش مثلا اللي تعرضت له اللي هو
عام 2014 تعرضت اللي هو الجزيرة هجوم التشويش، شوشوا عليهم إشارة. فهذه اسمها جامينج أتاك، هذه اللي هو شو اسمه، هو 2010 عذرا، ما 2014. فعلى أي حال هذا هو جامينج أتاك، واضح يا حبيب. هني عندنا أيضا، عندنا هذه ريموت اكسس اللي هو يوزنج باك دور، الجزيرة الرياضية طبعا. زين يا حبيب، شوف هذا شلون بيسأل عنهم ذيلي؟ ما ادري والله، يعني بيقول مثال على ما ادري شنو بيتكرر. ما ادري والله، والله ما ادري، ما ادري شلون بيجون ذيلا عليهم اسئلة ولا ما بيجون. الله يسر يكون عدد بعد تحريري ننذبح. والله ممكن يكون في استوارة، نشوف. الباب الخلفي هو نوع من البرامج الضارة التي تلغي إجراءات المصادقة، هذا يسمونه الباب الخلفي دي. Remote access using backdoor. زين، إجراءات المصادقة العادية للوصول إلى النظام، ونتيجة لذلك يتم منح الوصول عن بعد إلى الموارد الموجودة داخل أحد التطبيقات، مثل قواعد البيانات وقوادم الملفات، ما يمنح الجناتي القدرة على إصدار أوامر النظام عن بعد وتحديث البرامج الضارة. زين، أمون دي ريموت أكسس يوزينج باك دور اسمه. زين، هني أيضا عندنا اللي هو التالنت، اللي هو ريموت أكسس يوزينج تالنت. أيضا عندنا هني السيمبل أتاك، ما أدري اسمه دي السيمبل أتاك، لو تلاحظ واجد الشفرات طبعا، نلاحظ ان الشيف الشفرات ذي يسمون نوعية الاختراق. زين، السيمبل مثلا اللي هو عبارة هجوم سيمبل، هو نوع من الهجوم على خدمة شبكة الكمبيوتر، حيث يتم المهاجم يقوم المهاجم بتخريب نظام سمعة الخدمة عن طريق إنشاء عدد كبير من الهويات المستعارة، ويستخدمها للحصول على تأثير كبير بشكل غير متناسب. سميت على اسم موضوع كتاب سيمبل، وهو دراسة حالة لامرأة تم تشخيصها بأنها مصابة باضطرابات الهوية الانفصالية. زين، يعني ان مجموعة من الاشخاص او شخص واحد يسوي حسابات كثيرة معنية بالشركة هذه نفسها، زين، وينشرها على الانترنت ويقول ان سمعت الشركه هذه مثلا في الحضيض بسبب السلوك اللي يسوونه اعضائها، وفي حقيقه الامر ان هذه الحسابات هي عباره عن حسابات وهميه. عرفت حبيب؟ هني ايضا عندنا اللي هو اكسبلويت، شنو اخذناها هذه؟ كيدز او كيتس، كيتس شنو ذي يا حبيبي تتوقع؟ اكسبلويت عملية الهجوم كت، بس ما ادري يعني هالادوات، ادوات والله ما اعرف حقيقة. يقول لك هني مجموعة برامج الاستغلال، هي أداة تستخدم لإدارة عمليات الاستغلال، يقول لك، ونشرها تلقائيا ضد جهاز كمبيوتر مستهدف. تسمح مجموعة الاستغلال للمهاجمين بتسليم برامج ضارة دون أن يكون لديهم معرفة متقدمة بالاستغلال قيد الاستخدام. واضح؟ يستغلون الكمبيوتر بدون علمه. مجموعات الاستغلال أو استغلال. زين، أيضا هني عندنا مان إن ذا ميدل أتاك، هذا نعرفه، وعندنا الريبلاي أتاك. زين، يعني لو جاب لنا عدد، عندنا الريبلاي ايضا اتاك. ريبلاي معناته ردود، بس ما اول مرة اسمع ان في هجوم اسمه ريبلاي. يعني ما حبيب، هجوم اعادة الارسال، هجوم اعادة التشغيل هو شكل من اشكال هجوم الشبكة، حيث يتم تكرار او تأخير ارسال البيانات بشكل ضار او احتيالي. زين، يتم تنفيذ ذلك اما عن طريق المنشئ
أو من قبل خصم يعترض البيانات ويعيد إرسالها. واحد يعترض البيانات ثم يعيد إرسالها، زين، ربما كجزء من هجوم انتحاري بواسطة استبدال حزمة IP. هذا هو واحد من إصدارات الطبقة الدنيا من هجوم الرجل في الوسط، زين، يقول لك جزء من اللي هو رجل المنتصف، زين، من حسابات الدنيا حق اللي هو. وعندك اللي هو الفورجيد ملي، شو اسمه ذي، خلينا نشوف، زين، خلينا نشوف نشوف شنو هذا بالضبط. هذه ما لها محل، ما لها ذكر، ما ادري ليش. شنو هذا يا حبيب؟ جهاز ضار مزمر. Forged malicious device. Forged malicious device. Forged غريب، ما ماليشيس مرت علينا بس. Forged. ما أعرف إيش قصته، بس دي شكله اللي هو هجوم بالـ USB، تحط الـ USB وتأخذ البيانات كلها. واضح. زين. أيضا هني عندنا سايد شينال أتاك. زين، اللي هو القناة الجانبية، ما مرة سمعت عن القناة الجانبية. زين، في أمن الكمبيوتر يكون هجوم القناة الجانبية هو أي هجوم يعتمد أو هجوم يعتمد على معلومات إضافية يمكن جمعها بسبب الطريقة الأساسية لتنفيذها بروتوكول أو خوارزمية الكمبيوتر، بدلا من وجود ثغرات في تصميم بروتوكول أو الخوارزمية نفسها أو البسيطة، ولكن يحتمل أن مدمرة أو أخطاء أو إشراف في التنفيذ. زين، حلو، هذا القناة الجانبية سايد شينال أتاك. وعندنا هذه الرانسمو سموفير، هذه اخذناها كنا في اختبار اختراق، صح اتذكر، عشان هي رانسموفير بالضبط، اللي هو برمجيات ابتزاز، زين، اسمها رانسموفير ساموير، صح، Ransomware. برامج الفدية أو برامج ابتزاز. برمجية ابتزاز أو برنامج الفدية هو برنامج خبيث يقيد الوصول إلى نظام الكمبيوتر الذي يصيبه، يكون مقيد الكمبيوتر ما يقدر يوصل حق اللي يبيه، ويطالب بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصول للملفات. بعض أنواعه تقوم بتشفير الملفات على القرص الصلب للنظام وتعرض رسائل تطلب من مستخدم الدافع. شفت شلون؟ فهمت حبيبي؟ برامج فدية قصته أو برامج الابتزاز. تمام. رانسوموير. زين، عندنا أيضا هني اللي هو الكلاينت امبريسونيشن تقريبا او شيء، صح، زين، هذه ما لها مقالة، انتحال هوية العميل، هذه زين، انتحال هوية العميل يعني تصير انت بلا العميل، زين، شنو اسم بالانجليزي؟ client impersonation. impersonation. زين، client impersonation. هني عندنا هذه مشهورة جدا، SQL injection attack. أيوة attack معروف هذي. SDR اللي هو bastard attack. عندنا اللي هو fault injection attack. هذه ما أعرفهم ذي الآن حقيقة. اوكي،
ما في مقال لهم أيضا. هذا يفسر لهم كلهم ذي هني، ولا لا بس بشو منهم. على أي حال خلنا نكملهم، وعندنا اللي هو هذي شنو الفولت انجكشن اتاك، هجوم قائم على حقوق السحب الخاص، هذا اللي قبل شوي. هني اللي هو ايضا خلنا نشوف الهجوم هذي، هذه يقول لك هجوم حقن الأعطال VIA هي فئة من الهجمات المادية النشطة، وتستخدم في القالب لأغراض خبيثة مثل استخراج مفاتيح التشفير وتصعيد الامتيازات والهجمات على تطبيقات الشبكة العصبية. واضح محمد دخل؟ هلا والله محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله وصلت في الأخير. احنا الحين في ذي الفصل. ما في خربطة، ما شوف شيء، يعني ما أدري ايش بيجيب من هذا. ما نبي نجيب شيء أصلاً من ولا لا. أنا أعرف حقيقة. أتوقع الإنكربشن بس. احنا قاعدين نقراهم قراية. شوف شن هذا بس هو... يا حبيب ايوه نفس ما قلت لعبد الله، ترى الشباب يقولوا ان كتل المحورية ان اسئلة المرجب منهم قليل، فما ادري ما اشوف. انا انت شفت الاسئلة المخازن، ما في فارق بين اسئلتنا شلون والنهاية، ايش باقي في النهاية؟ ما عندنا الا البايثون وذير شابتر بس. دي ان اس ريبايندينج اتاك اللي بنذاكره بنقرا المنهج كامل، بس بنركز على الاسئله، بس المنهج لازم بنقراه كامل. طيب حبيبي تفصل لي عن الديدوز اتاك. الديدوز اللي هي شو اسمها، شو اسمها؟ المانع من الموارد. اللي اخذناها امس في ايوه بالضبط صحيح. ما ادري يتوقعون بهذا الخصوص، هذا الديدوز مثلا نعرفه احنا كلنا، المنع من الموارد. ايضا عندنا هني مال نظام التكييف اكسبلويت اللي هو اتش فاك اللي هو ماني مثلا، ما ادري شنو كاتب عنها. تبغون نقرا ذي ولا ما نقرا؟ طيب قلت الاتش فاك حق المكيفات، ها؟ اي حق المكيفات. والله هذا مكتوب له تفصيل شارح بعد ما اي شارحة. يقول لك تستخدم العديد من المؤسسات، او تستخدم العديد من المؤسسات انظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتصلة بالانترنت بدون تنفيذ اليات الامن، يمنح هذا المهاجمين بوابة لاختراق انظمة الشركات. تحتوي انظمة اتشفاك على العديد من الثغرات الأمنية التي يستغلها المهاجمون لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول والوصول إلى نظام إشفاك وتنفيذ مزيد من الهجمات على شبكة المنظمة. لاحظ يا جماعة، هذا مثلا أعطانا هني مثال أنه يدخل على اللي هو شنو، على اللي هو الموقع مالهم، بعدين يدخل على ذي الموقع، بس نسيت شنو اسمه، ICS Systems يا شباب، من ثم يخترق اللي هو هذه النظام التهوية. هلا والله انا بطلع من البث بتأكد من خالي، لاني كلمت خالد عبد المحسن الجاسم، بتأكد من خالد، ممكن عبد المحسن ما يذكر ولا شيء. يلا صار ما عليه، بتأكد من خالد، ممكن يقول يعني شيء ثاني، ممكن عبد المحسن نسى او شيء. عند خالد، خالد العميرين بشوفه وبا هني عندنا الرولينج. حياك الله حبيبي محمد. هني عندنا الرولينج كود اتاك، هذا اللي من ساعه تكلمنا عنه، هجوم رمز المتداول اللي هو زي ما قلنا للسياره مثلا، زين
انه جو واحد في قاير يبغي يفتح سيارته، زين شال هذا الريال اللي هو الجامينج ديفايز، بالجامينج ديفايز هذا هو الجامينج ديفايز، زين اخذ الاشاره واخذها وخلاص الحين يقدر يفتح السياره، يقدر ياخذ راحته. واضح هني عندنا البلو بول اتاك عند الحبيب، خلنا نفصل عن البلو بول اتاك. اوف يا حبيبي انا طلعت من البث معاك موجود. زين هني يقول لك اللي هو اللي يتم تنفيذ هجوم بلو بورن على اتصالات بلوتوث للوصول والتحكم الكامل في الجهاز الهدف. زين بعد الوصول الى جهاز يمكن للمهاجم اختراق اي شبكات شركة باستخدام هذا الجهاز، سرقة المعلومات الهامة حول المنظمة ونشر البرامج الضارة على الأجهزة المجاورة. زين هذا اللي راح يتمكن انه يسويه. واضح تهني لو المهاجم زين اتكر ارتبط به اللي هو البرنتر عن طريق اللي هو البلوتوث، بعدين اخذ المعلومات وقدر انه يوصل الى الشبكة. واضح هني عندنا الجامينج اتاك. زين هني فصل عن الجامينج اتاك 19 بقى 10 صفحات في هذا الشابتر ملخص. زين خلنا نشوف شنو يحصل. يقول لك التشويش، جامينج هو التشويش، هو نوع من الهجوم في الـ 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 في التي الاتصالات في الاتصالات بين أجهزة اللاسلكية، حتى يتمكنوا من ذلك يتم اختراقها عن طريق الـ IoT. زين هذا اللي هو نظام التشويش أو اللي هو الاختراق والتشويش. عندنا أيضا هني هجوم التشويش، أيضا هني في تفاصيل مزيد من التفاصيل عنه. زين المهاجم ينقل الراديو بشكل عشوائي مع نفس تردد جهاز الاستشعار عقد الاتصال. زين ايضا هنا بعد عندنا المزيد من التفصيل حول هذه القضية. زين طبعا اللي هو بالنسبة حق ذي، نتيجة لذلك تحصل الشبكة على جامبد مما يؤدي إلى تعطيل نقاط النهاية من الإرسال أو تلقي أي رسائل. طبعا أنا بعطيكم مثال على ذا الشيء اللي هو مثل ما قلت لكم اللي هو الجزيرة الرياضية عام 2010 تعرضت حق التشويش. هذه قضية مشهورة جدا اللي هو خلنا نقول اللي هو التشويش على قناة الجزيرة الرياضية 2010. هذه هنا قضية كانت واشيكة، يعني كانت قضية جدا كبيرة، الحدث الأكثر قموضا في تاريخ كأس العالم وعلاقة الأردن فيه. طبعا كانت هذه التشويش كانت تصدر منه عمليات، كان هذا التشويش من قبل اللي هو أحد الهاكرز. طبعا سووه بطريقة موضوع بجدية أكثر. ان التشويش صار وين؟ في الأردن يا حبيب. زين التشويش صار في الأردن على حسب اللي هو الأشياء اللي تستشعر التشويش من جاء. يا انت حبيب زين وياك فلما راحوا حق المنطقة اللي في الأردن هذه اللي اكتشفت اللي هو الفاير وولز وغيرها، زين من الأشياء، زين اكتشفوا من خلالها ان التشفير هذا في الاردن. يوم راحوا في الاردن في المنطقه اللي تم تحديدها ما في ولا شيء. زين المنطقه جدا فاضيه، بار اقفر، ما في اي شيء مطلقا. زين فاستغربوا، يعني القضيه الى الان لم تحل، لا يعرف من ذي الشخص اللي تم اللي سوى هذا التشويش على قناه الجزيره. أظن حق قناة الجزيرة عام 2010 طبعا في مباريات مهمة جدا، طبعا 7 مباريات كلها تم التشويش عليها في عام 2010. فهذه قضية إلى الآن مفتوحة، ما حد يعرف من ذي الشخص اللي شوش
عليها، فهذه يعني ايضا من اللي هو الجامينج اتاك، يعني بحيث ان احنا نتذكر هذه اللي هو شو اسمه. طب ما انا شفت الفيديو قبل يا حبيبي ولا ما شفته؟ لا لا ما اتذكر اني شفته. هذا جميل الفيديو عن الاختراق ذا اللي صار. زين هني عندنا اللي هو هاكينج سمارت جرايد ما شنو، خلينا نشوف هذه شنو حبيب. يقول لك قرصنة الشبكة الذكية الأجهزة الصناعية الوصول عن بعد باستخدام باكدور. باكدور زين، الباكدور هذه اللي هو الباب الخلفي. زين أيضا هذا اختراق معين، وأيضا هذا بعد تكلم لنا عن وقسم عدة أقسام اللي هو مثلا ريبلي أتاك ومال شنو، عرفت يا حبيب؟ شوف في شيء مهم في الفصل هذا ولا ايش رايك نعديه؟ هي اي فصل ده؟ اي فصل؟ هذا فصل يعتبر شابتر ولا يعتبر بس اللي هو ملخص للموضوع؟ والله ما هو ما هو حاط اساس بس يكثر اسئله شكله، فلازم يجيب منه، ما حط الا يجيب منها اسئله. يعني اتوقع شلون ضروري يجيب منها؟ شلون تتوقع؟ على اساس على الاقل يحط كم سؤال جديد على هني الكثير الهجوم المضاد، ما ادري والله شو اسمه، ما فهمت ترجمته. Lot attack countermeasure. Lot attack اللي هو countermeasure. زين يا حبيب. تمام. IoT اللي هو attack countermeasures. طيب. شنو الأشياء اللي هني مهمة تحس؟ المهم إنك تعرف يعني يكون كل هالأمور ذي في رأسك، لأن بكرة احتمال يجي منها جاي. بس شلون بيجي الشيء؟ ما أدري، يعني هذا بيسأل عن نوع الهجوم، إيش أسماء هجوم؟ ما أدري والله. تعطيل حسابات المستخدمين الضيف والتجريبي إذا تم تمكينها. يقول لك هني من النصائح، زين من النصائح اللي تسويها إذا جيت زين تسوي أجهزة الأيوتي، إنك أنت إذا كان عندك ديسك أو جيست أو ديمو تجريبي، النظام التجريبي زين، تسوي ديسيبل، تسوي عدم تمكين، ما تمكنهم ذيلي اللي هو الجيست والديمو زين، لان قد يفعلون لك مشاكل يعني زين، يوزر اكاونتس. حلو حبيب، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه استخدام ميزه القفل لتامين الحسابات المفرطه. زين ايضا انك تستخدم اللوك اوت، يوز ذا لوك اوت فيتشر اوف لوك اوت اكاونت اوف اكزيستنس اللي هو انفلد لوجينج هاتين بس. زين فبهالشكل. حلو، محاولات تجديد الدخول غير صحيحة. عندنا تنفيذ آليات مصادقة قوية، حدد مواقع شبكات أو وأجهزة نظام التحكم خلف جدار الحماية. زين جميل فبهالشكل، وبعزلهم عن شبكة الأعمال. عندنا زين عندنا تنفيذ تشفير من طرف إلى طرف، واستخدام المفتاح العام البنية التحتية PKI. زين استخدم PKI اللي هو Public Key Infrastructure. رأي حبيب، فأنت تنيت Employment اللي هو End to End اللي هو انسرايفنج صح حبيب؟ دي شو انشيفرنج انكربشن، عذرا انكربشن اند تو اند اللي هو من النهايه للنهايه انكربشن، عرفت يا حبيب؟ وعندك باتش اللي هو فور ميسز اند ابديت
vulnerability and update the device where more اللي مرت عليها في البداية وإعادة إعادة إيه جميل. عندك هنا اللي هو IT security tools أدوات الحماية إيه أدوات الحماية توقع يجيب لنا من أدوات الحماية أدوات الأمان إيه مهم لا تستبعد لأن ما فيه ما عندي أسئلة كثير يعني مثلا حتى يعني ccat.io ما أدري شنو ذي أهم شيء خلها في راسك هو يعني ما راح يسألك عن تفاصيلها وشلون تعمل وشلون أيه. بس راح يسألك عن اسم ما دام موجود اسمها بيسألك عن اسمها هذه موقع الواضح ccat.io وعدوني شيء ثاني عرفت is a security first SaaS technology هذا اخذناه في شو اسمه من انترنت الاشياء داخل شو اسمه نسيت الحوسبة السحابية to operate IoT products in a regular scalable and secure manner زين ما ادري والله شو نسوي فيهم ذيلا ذيلا حبيب هذا هم كنا الاشياء اللي يحتاجها ها هذا اللي نحفظه دايركت اي او تي انترفيس مانجر هذا اسم فورتيناك فورتيناك ممكن يكون اداه في شو اسمه ودار دارك تارك وسايمنتك كريتيكال سيستم بروتكشن لا هذه هم شكلهم 6 كويت ويث 8 ديفنس هذا أدوات دي هذا الأدوات اللي نحفظها احفظها خلها تكون في راسك وحط احتمال تحريري لأن شكلهم هاليومين يعني احفظ لك ثنتين حق تحريري ثلاث والباقي لو جاء اختيارك كنت عارفها ايه يشوف هذا أداة موقع بيوانا شفتها حبيب زين عموما اللي هو مثل ما قال حبيب ديكتار اللي هو اي او تي ديفايس وعندنا النورتيناك وعندنا الدارك تارك وعندنا السيمنتك كريتيكال سيستم بروتكشن عندنا اللي هو سيسكو اي او تي ثيرد ديفاينز زين الله يعيننا على ما نقدر نحفظهم بس ان شاء الله خير اوف جدول هذا ممكن يجي من الجدول IoT standards and protocols زين IoT network protocols Bluetooth medium من 1 إلى 100 متر حسنا في وين الجدول هفا هذا هو جدامك بشوفه في وين في أي الناس مذكرة IoT security أي في حق البلوتوث وذا كله مكرر طيب إنزين إذا اختلف ذا عن ذاك شو اللي ناخر ما أدري حقيقة في موجود يعني موجود في البلوتوث الزيجبي من 10 إلى 100 هل صح هناك من 10 إلى 100 من 20 إلى 25 الريت رينج والله ما أعرف حقيقة نفسه يعني أتوقع الأسماء كلها نفسها البلوتوث خذنا والزيجبي وده ضروري الرينج والديت ريت حقهم راح يجوك في الاختبار يعني إذا ما جوك ديت رينج بيجيك ده حق يعني تقريبا كلنا جونا في اختبار ما أعرف شوف الأسئلة نشوف ما أدري والله إن شاء الله خير مفاحط الله شكل في الاختبار بس إن شاء الله خير عندنا هني اللي هو سنجل بوردر كميوترز أند اللي هو ميك كنترولر ما اتوقع ذي اخذناها صدق قبل حتى ذي صح بجد الاشياء ذي بروسيسر سبيد مثلا 50 ميجا هرتز كان بور مايكرو كنترولر حق الاردوينو اي هذا حق سنجل بورد هذا الحين مقارنه بين وبريت أيه. كان السنجل بور كانها شو اسمها الثانية اللي خذنا
هي عندنا اللي قرناها مع الاردوينو. اي اخذنا الاردوينو ومع اللي هو الرير ايش اسمها نسيت، حتى في الاسئله موجوده هني كان هذه قريبه منها ذي الثانيه. شوف هني موجوده سأل عنها بس في الفصل الثاني بهذه الفصل. شوف هذا هي راسبيري صح؟ الراسبيري الراسبيري بس أكثر في المقارنة. هل عادة في الذات تحس إن جدول فيه معلومة والجدول الثاني معلومات تختلف يعفسكهم بال راسبيري عرفت شلون؟ نيلا مسوي بين اللي هو سينجل بورد اللي هو كمبيوترز عرفت. ما اعرف ايش بيعتمد على الاختبار النهائي، يعتمد هذا ولا ذيك ما اعرف والله. الله يستر والله. يلا على الله احنا بنشوف شنو الشيء الثاني حبيب اللي ما قرأناه غير ذا البايثون. ها بقى البايثون، ها بقى البايثون الحين. هل في مرجع لها يبي نذاكر من التري سكول ولا ايه من اسمه تري دبليو سكول؟ زين الاشياء اللي هو حددها ورسال لك في شفته في الجروب. يا شفت الصوره يقول لك السلام عليكم، الاختبار يغطي جميع المنهج كل الوحدات المطلوب في الحساسات. اول 15 حساس من 1 ل 15 المطلوب في بايثون. خلينا نقرا الحساسات بعد على الطاير من 1 ل 15. عندنا المطلوب في البايثون الاقسام التاليه باستثناء المحدد باللون الاحمر. زين فبنقراهم ديلي وبنشوف تفاصيلهم. زين الستاردت والساينتكس اللي هو طريقه الكتابه، الكومبوننت مكونات الفاريبل والمتغيرات والاف والواي. اي شغلات سهله ما في فيها، ما فيها شيء صعوبه تقريبا، بس خلنا نتطرق لها الآن عشان بس نسترجع المعلومات هذه. زين فهني بنقول له 3 دبليو سكول أو دبليو 3 سكول تقريبا، دبليو 3 سكول. زين جات اي هذا هي. زين الحين بنروح حق البايثون فيها. زين هذا هو، أو حتى من برا بايثون هذا هو مشهورة بايثون. طيب الآن يقول لنا أول شيء راح نتكلم عن الـ get started. زين في المقدمة علينا أن احنا نعرف أن هذه هي لغة البايثون، بس ما أعرف شنو الأشياء المهمة اللي هني. زين مثلا هني برنت، شنو نسوي برنت؟ يمكننا حق الطباعة. طبعا هني ملفات البايثون تكون بهالشكل، اخر شيء دوت باي، هذا مهم المعلومة. زين بس ما ادري شنو الاشياء النظرية اللي قد يجيبها. ها حبيبي ايش رايك؟ هي لغة برمجة مفسرة، وهذا يعني انك كمطور تكتب بايثون ملفات بايثون في محرر نصي، ثم تضع وتركة الملفات في مترجم بايثون لننفذهم. زين فبهالشكل ما علينا من ذا، ما في شيء مهم. طيب هني نجي حق السنتاكس. السنتاكس معناته بناء الجملة يا شباب. زين بايثون خلنا نشوف نفذ صيغة بايثون. عندنا تنفيذ صيغة البايثون كما تعلمنا في الصفحة السابقة، يمكن تنفيذ بناء جملة بايثون عن طريق الكتابة مباشرة في سطر الأوامر. نقدر ننفذهم مباشرة، بس نكتب سطر الأوامر مثلا برنت، بعدين نحطها هلو وورلد وخلاصنا. زين نقول لك أو عن طريق إنشاء ملف بايثون على الخادم باستخدام امتداد الملف .py وتشغيله في سطر الأوامر. زين ايضا هني عندنا شنو اللي هو المسافة البادئة. هني شيء مهم جدا 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 المسافة البادئة. زين اللي هو يسمونها Python indentation. indentation اسمها Python indentation. indentation هذه المسافة البادئة، عليكم انكم تحذرون من المسافة البادئة لانها احتمال يجيب فيكم العيد. هو الاختبار يعني اللي راح اللي قال لنا عن احنا يوم نجينا هو عبارة عن كود يعطيك اياه، يقول لك هذا الكود هذا صحيح ولا خطأ بس. زين
فأنت عليك أنك تفهمها، تفهم أنه صح ولا خطأ. عندك المسافة البادئة تشير إلى المسافات الموجودة في بداية السطر الرمز الذي تجد في البداية يسمونها الاندنتيشن. عندما تكون المسافة البادئة في الشفرة في لغات البرمجة الأخرى للقراءة فقط، فإن المسافة البادئة في بايثون مهمة جدا. يعني اللغات الثانية اللي هو المسافة البادئة دي الاندنتيشن ما لها أي قيمة، فقط للقراءة عشان نحن نقرأ اللي هو الكود بشكل سليم زين، فما عندنا أي مشكلة إياها إذا حذفناها أو خليناها. وأنت جربت طبعا في الجافا سكريبت السمستر الماضي فالسهلات يعني، بس هني لا، المسافة البادئة لها أهمية جدا كبيرة. طبعا احنا البايثون اخذناها مسبقا فالمفروض ما يكون علينا دي صعب. تستخدم بايثون او تستخدم بايثون المسافة البادئة للإشارة إلى كتلة من التعليمات البرمجية، تستخدم عشان إن هي تعطينا اللي هو كتلة بلوك زين أوف كود زين كتلة من الأوامر. واضح؟ هني أيضا اللي هو مثلا هني يعني أعطينا مثال إن احنا حطينا F بعد حطينا مسافة آمنة، بعدين كتبنا اللي هو مجموعة من الأوامر نقدر نكتبها، لازم نحط احنا المسافة البادئة. هني عندنا يقول لك ستعطيك بايثون خطأ إذا تخطيت المسافة البادئة، بتعطيك اللي هو خطأ بايثون will give you an error if you escape the indentation. زين، فالاندنتيشن مهمة جدا. يعني هني لو جينا وكتبنا الشرط ولكن هني مسحنا المسافة البادئة، مباشرة راح تعطينا ايرور اللغة هذه. زين، هني ايضا عندنا هذه عدد المساحات متروك لك كمبرمج، والاستخدام الاكثر شيوعا هو 4 ولكن يجب ان تكون واحدة على الاقل. زين اوكي حبيب، شو رايك هالحاجي؟ انا اللي فهمت هذا الحكي ان عادي المسافة البادئة تكون 4 تابات زين، ولكن اللي هو على الاقل بيكون عندك واحدة، هذا اللي فهمته من ذا الحكي. زين حلو حبيب، هذا كان يقول انه مسموح لك اذا 4 وواحدة اهم شيء. هو اكثر تركيز على اهم شيء الواحدة هي الضرورية. اي بس احتمال يجيب لك صح وخطا في الواحده، يجيب لك كود بهالشكل ويحط لك 4 فيه، ترى هو صحيح يعني نجحت 4 هني او حط 2 او حط 3 صحيح، ولكن على الاقل يكون واحد. واضح؟ جميل. هني عندك يقول لك you have to use the same number of spaces in the same block of code. Always Python will give you an error. يقول لك هني يجب عليك استخدام نفس عدد المسافات في نفس كتلة التعليمات. زين، يعني إذا كنت في كتلة التعليمات، إحنا قبل شوي قلنا إن 4 مسافات على الأقل أو 4 تابات على الأقل، وإلا فإن بايثون سيعطيك اللي هو خطأ. لو جيت أنا هني حطيت مسافة، وهي المسافة أو التاب واحدة زين، والتاب الواحدة هي على الأقل، وجيت هنا فلسفت وحطيت 4 تابات، هني راح يعطيني خطأ. لازم تنتين هم يكونون على خط واحد. واضح؟ اللي فوق واللي تحت يكونون على خط واحد، فبهالشكل. زين، خلنا الحين نروح حق النقطة اللي تليها اللي هي الكومنت. زين، الكومنت create a comment زين هو التعليق. زين، معروف التعليقات. طيب هني خلنا نقرأ عنها بحيث ان لو جه صح وخطأ او شيء. زين، هني يقول لك comments can be used to explain Python code. يمكن استخدام التعليقات عشان انك تشرح كود بايثون. explain Python code يعني شرح اللي هو كود بايثون. واضح؟ هني ايضا اسمي قاعد يقول لك comments can be used to make the code more readable. زين، يمكن استخدام التعليقات لجعل الكود أكثر قابلية للقراءة عشان الكود يكون أكثر قابلية للقراءة. زين،
يمكن استخدام التعليقات لمنع التنفيذ عند اختبار الكود. زين commands can be used to prevent execution when testing code, عشان انه هو ما ينفذ الكود. يعني الكود هذه ما بنشيك عليه متاكد منه صح ولا غلط, اقدر ان انا اعلقه لفتره مؤقته. هنا يقول لك creating a command, هنا مكتوب لك commands starts with a اللي هو هاش. زين عشان انك انت تعلق لازم انك تحط في بداية هاش, and python will ignore, راح يتجاهل them, راح يتجاهلهم كلهم اللي بعد اللي هو الهاش. واضح؟ فبهالشكل. هنا يقول لك ايضا commands can be placed at the end of a line, a python will ignore the rest of the line. واضح؟ فهني اذا جينا يقول لك يمكن وضع التعليقات في نهاية السطر, تقدر تحط التعليقات في نهاية السطر وبيتجاهل بايثون باقي السطر. لو جينا هني مثلا كتبنا امر بعدين حطينا الكوماند بعده فبيتجاهل مباشرة. زين هني يقول لك a command doesn't have to be text that explains the code, it can also be used to prevent Python from execution code. زين اللي هو يقول لك ليس من الضروري أن يكون التعليق نصا يشرح الكود, بل يمكن استخدامه أيضا لمنع بايثون من تنفيذ التعليمات البرمجية. نقدر أنه نمنع اللي هو البايثون أنه يسوي هذا الكود مثلا. لحظات بس محمد يتصل علي. زين خلنا نشوف قد يكون عنده خبر مهم بخصوص الاختبار. هني يقول لك عشان المالتي لاين كوماندز نقدر نسوي مالتي لاين كوماند. زين اسطر متعدد. هلا محمد حياك. هلا والله حياك, مساك الله بخير. لساب الباب ولا؟ اي ما برحنا. مع سلام خالد انا تمام؟ اي. سلام عبد الله انقال جاب لكن ما جاب كثير. اه. طيب شلون اجا؟ هم اقرا المناهج. بس لا تركز عليه. اوكي. اوكي فمثل ما يقول لكم محمد يا الجماعه يا حبيب شو يقول لك, يقول لك محمد ان في الاختبار ما جات اللي هو اسئله كثيره من المدات, انما جات اسئله من اللي هو المنهج. صح حبيب يا محمد؟ ما جاب اسئله كثير منهم, جاب لكن مو كثير. اها فهمتك فهمتك. على الله على الله, احنا على الاقل نعرف نجاوبهم على الله. زين آه لا 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 لك العافية الله يحفظك. لحظات بس حبيب لحظات. حبيب طيب نكمل مالتي لاين. هذا هم اللي هو ال لا تحتوي بايثون حقا على صيغة للتعليقات متعددة الأسطر. في الحقيقة ما تحتوي زين على متعددة الأسطر. To add a multi-line command you اللي هو called زين insert a hash for each line. زين تقدر انك تحط حق كل سطر اللي هو الهاش. زين هلو لكل سطر هاش لإضافة التعليقات متعددة الأسطر كما يمكن الإدخال. هني يقول لك or not quite as intended اللي هو you can use multi-line string, أو ليس تماما كما هو مقصود يمكنك استخدام سلسلة متعددة الأسطر. هني أيضا يمدين يقول لك اللي هو نظرا لأن بايثون ستتجاهل النصوص الحرفية التي لم يتم تعيينها لمتغير يمكنك إضافة سلسلة متعددة الأسطر
علامات اقتباس الثلاثية في التعليقات البرمجية الخاصة بك، بعض التعليقات بداخلها تقدر انك انت تحط اللي هو ثلاث مرات اللي هو دبل كوتيشن، بعدين تحط اللي هو التفاصيل اللي انت بيها وتسكر الثلاثة ذيلي وخلاص. زين حبيب، هل خلنا نشوف بعد شنو الاشياء اللي ركز عليها. ايضا الفاريابلز ركز عليها يا حبيب. زين، عندنا الفاريابلز. الفاريابلز هي المتغيرات، واضح؟ تعريف المتغيرات، المتغيرات عبارة عن حاويات، حاويات containers. زين، لتخزين قيم البيانات. variables are containers for storing data values. حلو حبيب. هني يقول لك ان creating اللي هو values، يقول لك بايثون has no command for declaring اللي هو variable. لا تملك بايثون اي امر للتصريح عن متغير، ما يحتاج انك انت تصرح عن المتغير، يعني تحط نوعه. زين، a variable is created the moment you first assign a value to it. Then يمكن إنشاء المتغير في اللحظة التي تقوم فيها بتعيين قيمة له لأول مرة. تقدر أنت تحط مباشرة x يساوي 5 أو y يساوي جون مثلا بشكل مباشر وتطبعها بشكل مباشر. Variables do not اللي هو need to be declared with any bar capital type. ما تحتاج انك تحط، لا يلزم التصريح عن متغيرات باي نوع معين، بل يمكن تغيير نوعها بعد تعيينها. تقدر انك تغير نوعها بعد ما تعينها ID. زين، فلغة سامحة يعني. وعندنا الكاستنج اللي هو يصب، ما ليش معناته الكاستنج قصدهم، او ممكن هي تحديد النوع يعني كاستنج. زين، يقول لك إذا كنت تريد تحديد نوع بيانات نوع بيانات متغير، فيمكن القيام بذلك عن طريق الصب. زين، عن طريق الكاستنج. الكاستنج إنك أنت تجي وتحط تحدد النوع بالضبط. زين، فتحط x يساوي string 3 مثلاً، y يساوي integer 3 على سبيل المثال. هني مثلاً بيكون محتوى نصي. زين، هني بيكون محتوى نصي ها ستيشن، وهني محتوى رقمي، وهني محتوى فلوت اللي هو فيه عبارة عن رقم ويا شو اسمه ويا فاصلة. زين، رقم عشري يسمونه. زين، ومش عدد صحيح. get a type، تقدر ان احنا ناخذ النوع مثلا، يقول لك type بعدين x، خلاص تحدد نوعه بالضبط. هني ايضا نقدر ان احنا ناخذ نوعه. ايضا هني يقول لك السنجل اللي هو or double quotations. زين، عشان ان احنا نحدد النص اما بالسنجل او دبل كوتيشنز. هني يقول لك حساسية الاحرف. هني عندنا الحروف اسماء المتغيرات حساسة لحالة الاحرف، فانتبهوا. بالنسبة حق الاسماء، اذا سويت مثلا كابيتال A غير عن الكابيتال A، عن سمول A. زين، فلو هني كتبت سمول A وهني كتبت كابيتال A، وهني قصدي سالي، وهني قصدي أربعة، هذا يختلف عن ذي تماما. واضح يا جماعة الخير؟ هذه اللي هو الشيء الرابع. هني مباشرة نخطر هذين الأستاذ كلهم، بروح على ال F. واضح؟ وين ال F يا حبيب؟ هذا هي ال F، هذا ال F وال S. زين، هذا هي ال F. خلنا نتكلم عن ال F قليلا. ال F هي عبارة عن الكونديشن أو الشرط، شروط بايثون او عبارات اف. زين، البايثون تدعم الاشياء التاليه. تدعم بايثون الشروط المنطقيه المعتاده من الرياضيات. عندنا الشرط الاول equals يعني يساوي. يساوي تحط a بعدين يساوي a، هذه راح يقول لك انه يساوي. هل a يساوي b؟ زين، طلع لنا ذي ترو ولا فولس. واضح. هني عندنا النوت equals. not equals يعني لا يساوي. not equal بهالشكل تنكتب.
اللي هو A بعدين اللي هو علامة تعجب بعدين يساوي آخر شيء B. زين هني less than أصغر من أصغر من تجي وتحط A بعدين أصغر من B واضح. أيضا هني يقول لك less than or equal to زين الأصغر من أو يساوي اللي هي A بعدين أصغر من بعدين يساوي وعندنا B واضح. وهني grander grander than grander than A أكبر من B عرفت شلون. وعندنا grander than or equal to عندنا ال A أكبر من أو تساوي ال B. هني راح يكون عندنا النص التالي يقول لك these conditions can be used in several ways most commonly in if statements and loops. Then an if statement is written by using the if keyword. Then Habib موجود؟ معاك موجود. ايه ايش رايك في الحكي ده واضح ولا مو واضح؟ مثلا يقول لغه الكتاب تقريبا واضح بس المساله مساله عمليا وليس نظريا يعني واكثر شيوعا في إيه يعني المفروض خلاص المفروض يكون الواحد فاهمها يعني الكلام يعني نقول مسألة تطبيقية المفروض احنا مارسناها وعارفين هذه صحيح صحيح. هني مثلا لو ان احنا سوينا متغيرين A و B وصورنا مقارنة بينهم هني شنو راح يطبع يا حبيب؟ يقول لك F B اكبر من A بعدين يقول لك هني برنت بعدين هالحكي. هل راح يطبع هالحكي ولا ما راح يطبعه؟ هل راح يطبع اي إذا بي أكبر البي أكبر هنا أيوة صحيح فراح يطبع لنا ذا الحكي. زين هني أيضا يشدد على اللي هو الاندنتيشن المسافة لو كانت المسافة البادئة. زين في هذا المسار نستخدم متغيرين A و B اللذان يتم استخدامهما كجزء لاختياري أو كجزء من عبارة F الاختيار ما إذا كان B أكبر من A بما أن A و 13 تساوي 13 زين أو 33 ولذا على B اللي هو أكبر من A وما علينا منهم فلأشرح لكم حبيب اكتفوا به. هني الاندنتيشن اندنتيشن لا تنسونا يا شباب احتمال يجيكم باللغة الإنجليزية فاعتمدوا بايثون على المسافة البادئة المسافة البيضاء في بداية السطر لتحديد النطاق في الكود غالبا ما في ترجمة في الاختبار اي صحيح فحفظوا كلمة اندنتيشن يعني احفظوا الكلام الحين اي مهمة جدا. هني عندنا else if عندنا ايضا الالف هذه ايضا مهمة الالف عشان نحط شرط ثاني واضح يا شباب. وعندنا الالس عشان نحن نحط الشرط النهائي في حالة ما تحققت الشروط اللي قبل واضح. فبهالشكل ايضا هنا اسمع عندنا حبيب هني بس نحن نقدر نكتفي بشرطين هني بس عشان نحن نقدر ان احنا نكتفي باف والس ونحذف الالف واضح. الالف مو بشرط انه يكون موجود لا اذا كان عندنا شرط من المفترض ان احنا نحطه. هني ايضا عندنا اللي هو الاف نقدر نحطها في سطر واحد مثلا نقول له اف بعدين نحط اللي هو النقطتين الرئيسيتين بعدين نحط الامر اللي احنا نبقي نفسه. وفي حالة ان احنا حطينا الالف نحط اتوقع الشرط الثاني بس ما ادري يمكن انا ما برمج بذي اللغة فما ادري شلون الطريقة. خلينا نشوف هني هني مثلا نحط لنا برنت زين بعد البرنت حط اف واضح بهالشكل اف برنت سوي لي هالحكي ولا سوي لي هالحكي. زين طبعا معقده مرات الشرط الواحد تحط الشرط قبل بعدين تحط الاف زين بعدين الالس بعدين الشرط الثاني. فعموما هذه حق الشرط اللي حق الشورت حق الصغيره الاف الصغيره اللي بسرعه تستوي بهالشكل. وايضا تقدر تستخدم الاف الالس اتوقع هني اذا صح الاف اللي داخل الالس شوف لو تلاحظ هني اف داخل الالس اتوقع بيجيب هالحكي لانه معقد حقيقه الانجابه.
هني نقدر ان احنا نجمع بين شرطين بالاند او الاور، واضح؟ نحط اف بعدين نحط الشرط الاول اند الشرط الثاني، اذا تحققوا مع بعض نطلع لي، او نحن نستخدم الاور، واضح؟ بهالشكل زين. هني ايضا ان احنا نقدر نستخدم النوت، نقدر نحط نوت بعدين نفي الشرط زين، اذا انتفى هذا الشرط نقدر نحن ننفذ هذه العملية نوت زين، فنستخدم كلمة نوت. هني ايضا ان احنا نستخدم اللي هو الاف اللي داخل الاف، واضح؟ نقدر نستخدم الاف داخل الاف، واضح؟ فهني ايضا عندنا اللي هو باس، انا ما ادري دي الباس شكلها ما اعرف والله اشوف بيان تمرير اوكي خلينا نشوف. يقول لك فارق اذا لم يكن من الممكن ان تكون عبارة اف فارقة، ولكن اذا كانت بدون محتوى فضعها في عبارة المرور لتجنب اللي هو الاف لديك سبب، ايوه عشان ما يصير عندك خطأ وما تبقي انك تسوي اف فاضية، ممكن تحط فيه باس، واضح؟ تمرير زين، فممكن انك انت تحط اف، اذا تحققت الاف سوي لنا باس زين بهالشكل. حلو. ايضا راح يتكلم عن اخر شيء الوايل. الوايل احنا تكلمنا فيها مسبقا اتوقع، الوايل هي اللوب، واضح؟ انه يسوي لوب ما لا نهايه له، نقدر نسوي ما لا نهايه ونقدر نسوي في نهايه باستخدام حلقة while loop. يمكننا تنفيذ مجموعة من العبارات طالما أن الشرط صحيح، ما دام الشرط اللي هني صحيح راح ينفذ ما في داخله، واضح؟ هذا ال while باختصار. print i and long as i is loose اللي هو than 6، إذا كان الشرط أقل من 6 راح يتنفذ، واضح؟ فبداية الوايل والاي تساوي 1، فاجي حق الوايل هل اللي هو الاي اصغر من 6؟ نعم صحيح، صارت ترو، فراح يطبع اللي هو 1، بعدها راح يزيد على الاي 1 زين ويطلع، فبتصير 2 وهكذا زين، فبيطبعهم الى ان يصل الى اللي هو 6، واضح يا جماعة؟ هني ايضا نفس الشيء تماما زين، وهني ايضا استخدم كلمة break باستخدام تعليمتي break، يمكننا ايقاف الحلقة حتى اذا كان شرط اللي هو while صحيحا، حتى اذا كان صحيح نقدر نحن نوقف عن طريق كلمة break، واضح؟ فكلمة break هذه توقف لنا اللوب بالكامل، واضح؟ فبهذا الشكل. هني ايضا عندنا اللي هو continue، تستخدم باستخدام عبارة المتابعة يمكننا إيقاف التكرار الحالي والمتابعة مع التالي زين. هني اللي هو نقدر ان احنا مثلا على سبيل المثال ان احنا نبقي نطبع كل شيء ما عدا 3 نخطرها زين، فاحنا بنخلي يسوي اللي هو الزيادة زين، بعدها يسوي لنا الشرط اذا كان اللي هو لي الاي يساوي 3 خطره، لا تسوي شيء، لا تطبع شيء زين، عود واقرا من جديد، 4 خلاص بطبع 4، فهذا التجطيل نقدر نسميها او انه هو التخطير انه يخطرها زين. هني عندنا اللي هو the else statement باستخدام تعليمتي else يمكننا تشغيل كتله من التعليمات البرمجيه مره واحده عندما يعد الشرط صحيحا زين، اذا كان الشرط صحيحا نقدر نحن نسوي else زين. حلو. اطبع رسالة بمجرد ان يكون الشرط خاطئا، اذا كان الشرط خاطئ سوي لنا طباعة حق اللي هو شيء معين، نقدر نسوي هذا في بايثون زين. حبيب واضح الامور زين، هذه تخلصنا من الان اللي هو بقى اخر شيء ونختم زين، اللي هو ال شو اسمها ذيك الصفحة اللي فيها ال شو اسمه اللي فيها الحساسات. الحساسات ايه مرة موجودة عندك ذي الصفحة يا حبيبي؟ لا لا ركز، الحساسات شو اللي جاء في الاختبار؟ هي قال شو اللي جاء في الاختبار حساسات؟ ما
والله نسيت هون بس تقريبا جاب لي الاستخدامات. الاستخدامات الاستخدامات ركز على الاستخدام وركز على شيء مميز. يعني مثلا الحاجة المكررة كثير ما راح يركز عليها كثير. ايه انا راح اضيع نفسي. ايه بس احنا تعرف الموقع حبيب ما هو موجود ملف ملف ما ينفع احس مقطع ما ادري شنو صاير. ما ادري رسالته لك المره الماضيه هذا مال حبيب ولا شو اسمه مال شو اسمه صاحبنا عبد الرح البريك. البريك تكلم والله اتوقع كويس مال البريك اتوقع كويس مال البريك. مثلا هي يقول لك ترم بريشر اللي هو سنسرز حساس اللي هو درجه الحراره. يقول لك يوزز كيسز زين فروم اللي هو الكتريك باور. تفضل قرا حبيب شوف انت كبر كبر شوي بعد انا بقرا عربي وانت تقرا الانجليزي. باور جينيريشن اند فورانس مونيتورينج اند كنترول تو ارتيكافت Aircraft engine and food and beverage processing temperature sensor are used in various applications. يقول هذا استخدامات كلام استخدامات بس استخدامات. هني يقول لك اللي هو حساس درجة الحرارة من توليد الطاقة الكهربائية يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية ومراقبة الأفران أيضا والتحكم فيها إلى محركات الطائرات أيضا ومعالجة اللي هو الأطعمة والمشروبات. تستخدم مستشعرات درجة الحرارة في تطبيقات مختلفة. هني شنو الكلمة اللي نركز عليها الإنجليزية هنا يا حبيب؟ ريفريجيتر. المفروض في ريفريجيتر. ليش ما في ريفريجيتر؟ ومركز على الفرن. الفرن اسم غريب حاطه. الايركرافت ممكن كويس. ايركرافت اتوقع مركبات فضائيه دي او الهوائيه. ايركرافت انجنز اللي هو اتوقع الشغلات اللي لها علاقه بالغذاء بالاغذيه ايضا بشكل عام. هني اللي هو ايركرافت انجنز معناته اللي هو المحركات الطائرات ترى. اها حق الهوائيه الطائر مركبات الهوائيه. ايه الطيارات ولا لو نجي هني ماذا هي محركات الطائرة. شفتها هو محرك الطائرة. جيد خلينا نشوف أيضا الاستخدام الثاني لها. تفضل حبيب. This sensor widely used in electronic thermostar. thermostar دي ثرموميتر ضرورية جدا في الثرموميتر. تستخدم يعني درجة حرارة أكيد الترموميتر موازين الحرارة الإلكترونية هذي. أها ترموميتر مال الحرارة مال الحرارة الإلكترونية ترموميتر هذي الحساسات الإلكترونية ولا شنو إيه هذا ترموميتر اللي هو شو اسمه ميزان الحرارة مقياس الحرارة إيه مقياس الحرارة اللي يسمونه ترموميترز زين. فتستخدم هذه اللي هو الحساسات في الثرموميترز يا شباب زين. اقرا الثالثه حبيب. Infrared sensor typically work best with solid and liquid. تعمل مستشعرات الاشعه تحت الحمراء بشكل افضل مع المواد الصلبه والسوائل. هذه الشغله احنا قاعدين نتكلم عن التمبريشر. تروح حق الانفريرد ليش ما ادري شو السؤال. والله ما ادري ايوه انا اذا ما انت ما عندك في اللغه الانجليزيه ما تعرف ايش يتكلم عنه هو في اي والله تضيع شوي انا انفرير دي فيها ده حساس خاص يعني لها فهو يقول لك المستشعر انا اتوقع يقصد به شفت اللي عن بعد اللي يستخدم عن بعد هذا يستخدم الانفرير فيه مستشعر الحرارة فوق البنسجية. اها هذا اسمه شنو حبيب المستشعر الحرارة هذا هو الانفريد. الانفريد مستشعر الحرارة فوق البنسجية تحت البنسجية انفريد. اها هذه ها طبعا ما راح يكون ويانا لانه رقم 16. هذا راح يكون رقم 16 ما ابو واحد بيكون 16 ما ابو ويانا انفريد. ايه بس موجود هنا يتكلم عنه في ايه فهمت حساس يعني المعلومه دي موجوده في تبع التمبريشر.
فهمتك. هني عندنا هذه الحساس الثاني ايش اسمه بروكسميت بروكسوماتلي. شنو هو مميز في بروكسوماتلي؟ ما ادري اذا حق الاقتراب عشان ما يقترب منك او شيء. الاقتراب هل فيه اسمه موبايل تاش؟ اها هذا هي ابرز حاجه وجابها في الاختبار اللي هي رقم ثلاثة. رقم ثلاثة موبايل مالتي توش صح؟ موبايل مالتي تاش ديسبلي ما جابها في الاختبار، جاب الاختبار حق الجايروسكو. بس حتى هنا اللي رايبينها تركيز انه ذا يستخدم في التاش بلي بلي حق ديسبلي حق الجوال، استخدمت في ابل فون. اها لو بروكسمت فهمت بروك مثلي تقريبا. هم الثانيه بروكسيماتي سنسرز ديتيلت اند ديستري بيكوز ديتكت كريليشن بتوين دي مال دواي، والثاني ار ريفابل انفرير سنسر اند يوز ان مانيفاكتشر اند اوبتكسر. ما اتوقع هذا، بس ثلاثه ضروريه حيل انه يستخدم في التاش ديسبلاي بولرايز باي ابل. بولرايز ممكن تطور او استخدم بشركه ابل. فهمتك. تعتبر مستشعرات القلب مثالية لصناعة البيع بالتجزئة، لأنها يمكن أن تكتشف الحركة والارتباط بين العميل والمنتجات التي قد يهمون به. لدي قسم مهم صح؟ إنها أكثر موثوقية من مجسمات معلومة عامة. ما أشوف صحيح. أهم شيء الأخير أجل، المثال الأكثر شيوعا لأجهزة الاستشعار بالسعة هي أبل من آيفون. تعد شاشات اللمس متعددة المحمولة التي اشتهرت من قبل. زين. ولا تركز على أبل، ركز على المالتي تاش. سواء جاب أبل أو ما جابها المالتي تاش هو الضروري. مالتي تاش. موبايل مالتي تاش. شلون ذي متعدد يعني التاش يعني ولا شلون؟ اللمس. تحسس ال. يتعدد ال. هي يعني تقدر تمسك بأكثر من صبع صح؟ فهمت الحين. مالتي تاتش انك تقدر تحرك أكثر من صبع. فهمتك. جيد. الآن اللي هو أيضا عندنا حساس استشعار الصوت والضوء، هذا ويش اسمه؟ أكونسيست أو شنو ذي؟ أنويس سنسرز. شن تقرأ ذا حبيب؟ acoustic and noise sensor. ذا جواب منه سؤال في الاختبار. شنو السؤال؟ acoustic and noise sensors. سؤال acoustic and noise sensors. تصفيق يعني. ذا حساس الصوت والضوضاء. يقول لك نستخدم الحساس ذا حق تشغيل الإضاءة وإطفائها في البيت باستخدام تصفيق. تصفيق. أتوقع الأخيري. سنسر امبورتنت. موجود ما كتاب موجود اخر رقم اثنين مكتوب رقم 2 اوتوماتيد باي ديتكتن وايستينج اور كلابينج. وايستينج اور كلابينج سويتش اون ذا لايت سويتش اون اور اوف. تشغيل او اطفاء شو اسمه صبيح المنزل. تلعب مستشعرات الضوء دورا مهما في اتمه المنزل من خلال اكتشاف الصفير او التصفيق لتشغيل أو إطفاء الأنوار في المنزل. حلو. هني عندنا أيضا حساس الرطوبة. ذي جاب من ذي رقم واحد فيها. رقم واحد يستخدم في إيش؟ أي واحد رقم واحد ذي حق ال شو اسمه؟ لا رقم واحد في ذا. رقم واحد في ثلاثة. ثلاثة تستخدم في الإلكترونيات. أنظمة الموسيقى وأجهزة الإنذار ضد السرقة. هذه ما أتوقع يعني فيها شيء. إن شاء الله ما يجيب منها. عندنا هوميتي دي تي تقريبا سنسرز. هوميتي سنسر الرطوبة. غالبا ما تستخدم مستشعرات الرطوبة في المصانع لتجنب التكثف على الأرض. تتيح المستشعرات المراقبة في الوقت الفعلي في المصنع، وبالتالي تسمح بالاستجابة السريعة للتغيرات في مستويات الرطوبة إجفاك لأنظمة الإجفاك يعني. زين حبيبي شو رأيك اسمي بركز على ذي كمان تفيد في الكشف عن التغيرات الكيميائية في الهواء وبالتالي منع المخاطر. من استخدام الرطوبة الجانب التكثف والله ما أيضا تغيرت مستويات الرطوبة الـ HVAC على هذا الـ HVAC شنو هي ذي؟
الاتش بي سي هذا اللي هو النظام اللي هو التهوية التكييف هو حق التهوية والتكييف والخضري ايه هذا قال لك نظام متكامل افاضة مع هيومينيتي ايه قالت تكرر اليوم عندنا سبحان الله الله يستر عندنا هي حساسة الصورة امج اللي هو سنسرز زين اللي هو حساسات الصورة ممكن الأخيرة حلوة شوف الأخيرة حق التنبؤ بالطقس وين هنا؟ ايه يقول لك humidity sensor also help weather station with proper forecasting اللي هو الويذر حق محطات التنبؤ بالضغط ايه تستخدمون حق المحطات التنبؤ humidity يستخدم في محطات التنبؤ بالضغط فهمتك also help اللي هو weather stations with proper اللي هو forecasting صح عندنا هنا ايضا نحو حساس الصورة تستخدم مستشعرات الصور في الروبوتات والطائرات بدون طيار والإضاءة المتصلة وماسح الباركود وأنظمة الكاميرات أو كاميرات الرقمية الكاميرات الرقمية يمكن بعد ذلك جوابها كما هي للمراقبة الصناعية والمراقبة الأمنية والزراعة الذكية وأغراض التصوير الطبي شنو راح يركز عليه هنا تستخدم في المركبات الذكية ومعدات الرؤية الليلية والمعدات العسكرية والرادار والأجهزة البايومترية في المصانع والمكاتب التكنولوجيا الاستخدام الصناعي والمرافق والطيران شنو راح يركز عليه هنا في الصورة دي جابها جابها دي جابها حقت الروبوت والروبوت وش اسمه الروبوت وايش ايه موجود عليها سؤال اها خلاص نشوف اي سؤال لاحقا اللي هو ايمج اللي فيها سوني دي شنو فيها سوني ايه وفي عندك هني البيرسور اللي هو البيرسون سنسرز اللي هو حساس الضغط براشر الضغط براشر براشر اللي هو السنسرز في البلدان في كل مكان يستخدم البنية التحتية الغاز والطاقة اعتمادا كبيرا على هذه المستشعرات لتتبع ضغط النظام واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أي تقلبات تستخدم مستشعرات الضغط أيضا للتحقق من أي تسرب للمياه في المباني السكنية أو التجارية شنو راح يركز عليه فيه مستشعرات الضغط الضغط ما أشوف شيء يعني أتذكر أكثر هايلي سنسر كيب تراك أوف سيستم براشر تيك أكشن أدرس أني لو أكشن براشر سنسر لسو ما أشوف شيء يعني يعني شيء مميز حيث أنه تقدر تقارنه بغيره خلينا نشوف طيب هني الماجنيك اللي هو السنسرز اللي هو حساس المغناطيسي زين يقول لك تستخدم مستشعرات القرب في متاجر البيع بالتجزئة والمتاحف زي ما قرب ايش دخلنا واماكن وقوف السيارات والمطارات والمراكز التسوق والصناعات هو الوحيد اللي موجود فيها حق مواقف السيارات المغناطيك شلون انذار هو الوحيد اللي موجود فيه حق مواقف السيارات والله ما ادري حقيقه هذه المغناطيس شنو ده انا جوابه في سؤال من ضمن الاسئله ماجنتيك سيستر وماجنتيك سيستر سنسر وفيها ايش اسمه اي ومحق مواقف السيارات جواب له اها تستخدم هي تستخدم لان مثلا عندك المتاجر والمصانع دي تتكرر كثير هذه ما حساس المغناطيس يعني مستحيل اجيب لك والله مصنع يستخدم شنو اللي يستخدم في المصانع والمتاجر كلهم تقريبا يستخدموه في المصانع والمتاجر اها حساس المغناطيس دي وين يستخدم انا في المصانع باركينج كار ما مرة اتذكر ان انا استخدمته في الباركينج شلون يعني موجود في اختبار اي بس كيف طريقة استخدامه هذا قصدي يعني مثال فعلي ما ادري زين خلني نكمل اجل اهم شيء نعرف انه حق مراكب السيارات وزين كذي هو حق انا ما ادري هل يقصد مواقف السيارات ولا يقصد شو اسمه نشوف بعد شو الاتجاهات المغناطيس اتوقع يستخدم في البوصله ما البوصله يمكن
اللي حق اتجاه القبلة والأمور دي يمكن. ما أدري مفروض. طورت حساسات مغناطيسية عالية الحساسية ومنخفضة الطاقة، هذه لها وظائف تصميم محددة تعتمد على التطبيق مع التحمل للتشغيل في درجات الحرارة العالية والتردد العالي. هنا عندنا أيضا الموشن سنسرز، حساسات الحركة، أجهزة استشعار الحركة شائعة في تطبيقات الأمان، يستخدمها أصحاب المنازل والمباني التجارية في مشغلات الكاميرا وأنظمة مراقبة البوابة لاكتشاف أي نشاط غير عادي يمكن أن يشير إلى وجود متسلل. شنو راح نركز عليه في مالة الحركة الموشن؟ الموشن بيورا سيكوريتي أبليكيشن هوم أون أراند كاميرا ترايجر. كاميرا استخدم اي زيت ساهر مساهر حق المونيتر اللي هو حق المراقبه او مراقبه مونيتورينج سيستم ديتكت حق نظام المراقبه مونيتورينج سيستم ديتكت اني يقول اكتيفيتي ذات يوزنج ديجيتال بريزنت كاميرا فاير نركز عليها يا شباب. هنا عندنا اللي هو حساس جوده الهواء اللي هي اير كواليتي سنسرز، تستخدم مستشعرات جودة الهواء في الصناعات لرصد الغازات السامة أو القابلة للاحتراق ومراقبة جودة الهواء في المدينة وأثناء تصنيع المطاط والبلاستيك والطلاء. حضر شو اسم مركز عليه؟ هنا مونيتورينج توكسيك اند كومباستبل لو تسمم الغازات هذا ضرورية هم مراقبة جودة الهواء بكون واضح عشان اير كواليتي ما راح يجيب لك مراقبة جودة الهواء لأنه واضح عشان بيكون حساس هواء كونتكست بس انت تستري حق الغازات والاحتراق ممكن يكون كما أنها تساعد في تجنب الحوادث من خلال الكشف عن الغازات الخطرة في منجم الفحم والبحوث المختبرية الكيميائية والنفط والغاز والصناعات الدوائية. يمكن ما يجيب ذا الشيء صح؟ جهاز مراقبة الجسيمات الخارجية للاستخدام المنزلي والمكتبي وتنبيه من ارتفاع مستويات الملوثات في المنطقة. زين. Imponent weather. بس هذه راح يتوقع انه راح يحس يجيب في ذي الحساسات اتوقع. هنا عندنا أجهزة قياس التسارع أكسلروميتر زين شو اسمه ذي، تستخدم مقاييس التسارع بشكل متكرر في السياقات الصناعية حيث تقيس ما إذا كانت الآلات تعمل بشكل صحيح من خلال تتبع اهتزازاتها. شنو راح يأكل ركز علينا؟ industrial context خلاصنا منها where the major weather machine بس دي؟ ايه احس انها لها دعاء المصانع دي كل ده يستخدمه في المصانع ايه فهمت industrial context where the major weather machine صعب أن تقدم. إيه خلنا نروح إلى بعدها بس أنا ما في وقت. زين يقول لك اللي هو ال water quality sensors حساسات جودة المياه. زين تستخدم مستشعرات جودة المياه في حمامات السباحة والخزانات العلوية مستشعرات الكلور المتبقي. شو رأيك؟ swimming pool. Swimming pool مميزة. إيه swimming pools راح تكون هي اللي هو water quality sensors. زين جودة المياه اللي هو swimming pool. عندنا أيضا جودة الأنهار. قياس جودة الأنهار والجداول على نطاق واسع ومياه الصرف الصحي قياس النفايات السائلة في المياه مجسمات للتحكم في جودة المياه في حمامات السباحة وRP أجهزة استشعار فيرنير. للتعكر توفر بس ها متوقع اللي ما راح تجي صح فراح نركز على swimming pools. زين هذه اللي بعد swimming pools
في عندك الجيروسكوبس جيرو الجيروسكوب هذا اللي في الجيم نجاوب عليه سؤال موبايل جيم حق الموبايل جيم دي ها عشان الشاشه دي اللي عارفه صح اللي عشان الشاشه اذا كانت عموديه ولا افقيه اذا حركنا الجوال تعرف وين انت ذكرتها اللي هو جايروسكوب اللي هو حق تعتبر مستشعرات الجايروسكوب ضرورية لأنظمة السيارات الحديثة فهي لا تسهل فقط التنقل في السيارة بشكل أفضل بل يمكنها أيضا اكتشاف الانزلاق والاستجابة للفرملة الآلية بيجيب على الشيء الأول ولا الثاني كما أنها تحظى بشعبية في تصميم الألعاب المحمولة وتسمح للهاتف باكتشاف ما إذا كانت اللعبة في الوضع الرأسي أو الأفقي وبالتالي أفضل طريقة للعب للعب اللعبة شو المركز عليه نحبي والثاني اللي الهاتف المحمول موبايل جيم ها الموبايل جيم ديزاين جوابها بالاختبار موبايل جيم ديزاين هني يقول لك الليفل سنسرز مستشعرات المستوى تستخدم مستشعرات المستوى في الغالب لقياس الوقودي في المركبات الكبيرة ومراقبة مستشعرات سطح البحر لحساب مستويات المد والجزري وإصدار تحذيرات تسونامي كما أنها تستخدم في خزانات المياه والمعدات الطبية والخزانات الهيدروليكية والمشروبات والمعالجة الصيدلانية شو رأيك أنت اسمي ركز عليه؟ ليفل سنسر سي ليفل ليش لارج فيهيكل فول لو حق الوقود حق اتوقع السيارات التعبئة ما ادري والله اول سطر شايف اللي استخدم سنسر في الغالب لقياس الوقود في المركبات الكبيرة ليش الوقود في المركبات حتى الصغيرة فيها وقود بعد والله ما ادري اتوقع السيارات الشاحنات اللي تعبي مو بخاص لها الشاحنات ايه ما ادري بس الشاحنات الكبيرة مغلوط كلها جاب لي كل شيء ما اعرف والله ما اتوقع ذا المستوى اتوقع مع الوقود لانه واضح ومعروف ايه فيول يعني فيول زين هني بقى لنا اثنين الحمد لله حساس التدفق والغاز لو ان غاز اللي هو سنسور تقوم وحدات التصنيع بتركيب مستشعرات الغاز لمراقبة جودة الهواء الداخلي والكشف عن وجود أي شيء سام أو قابل للاحتراق وبالتالي توفير أمان أفضل في مكان العمل أيضا لتحسين جودة الهواء وضمان راحة أفضل لشاغلي المبنى غالبا ما تستخدم في الإتشفاك يمكن أيضا دمج هذه المستشعرات في بناء أنظمة مستشعرات التدفق في التطبيقات الطبية مثل موزعات الأكسجين شو رأيك؟ ماذا ركزت عليه في الفلوجات؟ الغاز أكثر التسربات أو هو هير كواليتي لو أن غاز سنسور أني توكسيك أتوقع والله ثنتين هنا توكسيك ومال الماء مال الهواء بعد مال الهواء في توكسيك هذا لاحظ هنا هناك نفس الشيء زين هني أيضا عندنا آخر واحد بنختم يقول لك حساس كيميائي كيميكال سنسرز إنها تساعد في مراقبة الإطلاق العرضي للمواد الكيميائية الظاهرة في وجود التصنيع والمختبرات والمصانع هذه حتى تكشف عن البواد المتفجرة والمشعة ويمكن استخدامه في عمليات إعادة التدوير في محطة الفضاء والصناعات الدوائية والمختبراتية والمختبرات شو رأيك اسمي ناخذ ده اتوقع اثنين الأوكسبلوز فاندرديوكتف وين هي ده الكيمياء اللي اول سطر في اثنين تكشف عن مواد متفجرة والمشعة حساس الكيميائي هذيلي صح طبعا هذا شيء اوضح شيء على الله الله يعطيك الصحه والعافيه حبيب مشكور الشكر الجزيل
شباب لا تنسون الاشتراك في القناة مع ابدال اعجاب هذا الفيديو والقهوة تفعيل الجرس. شكرا حبيبي، يعطيك الصحة والعافية، نشوفك ان شاء الله على خير.